عرف باسمك. طالب مجرم متابع العتيبي. ونعم والله. ونعم مالك زود. طيب السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض الذي مثلهن. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. الله لا إله إلا. من أول التحريم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه فعرض عن بعض فلما نبأت به قالت فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من أول سورة الشمس والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما الليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ونيسرك لليسرى فسنيسره لليسرى
فذكر إن نفعت الذكر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. حسبك. أحسنت بارك الله فيك.